باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فهذا التوحيد وهو حق الله تعالى على العباد كما في حديث معاذ رضي الله عنه، وقد مر بنا هذا الحديث وهو في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا بد للداعي إلى الله سبحانه وتعالى، للداعية إلى الله سبحانه وتعالى، من معرفة التوحيد ومن العمل به ومن دعوة الناس إليه دعوة واضحة مفصلة، لأن بعض الناس من جهله أو من تجاهله يتكلم في التوحيد بالعموم ولا يفصل في أمره. والله تعالى قال في القرآن: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فآيات التوحيد وكذلك الأحاديث وكذلك أمر التوحيد لا بد أن يكون مفصلا مبينا كما بينه الله تعالى وكما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: كتاب فصلت آياته. وقال الله جل وعلا عن الرسل: وما علينا إلا البلاغ المبين. لا يكتفى بمجرد البلاغ، وإنما البلاغ المبين. لذلك كما في صحيح البخاري وفي غيره، لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه وكان وقتها على غير الإسلام، قال له: بماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصلة إلى آخره، والصدق والعفاف. فذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيلها، وكان وقتها ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان وقتها من الكفار، ثم تاب الله عليه وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه أبو سفيان. فالشاهد هو لم يكن مسلما، ومع هذا عرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لبيانه صلى الله عليه وسلم ولتفصيله في الدعوة. شكل الكفار الأوائل لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل، وقيل هو جبل الصفا، وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من ضمن ما قال أو مما قاله كما نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره لسورة المسد، قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. الناس يا جماعة فيهم الدين، لكن ما ممكن تقول لهم وحدوا الله وأعبدوا الله وأتركوا الشرك، والتوحيد بدخل الجنة، وأعظم شيء في الدين التوحيد، وأكثر شيء بدخل النار وبخلد الزول في النار الشرك. وتنتهي الخطبة ولا تنتهي النصيحة ولا ينتهي الدرس، ولو سألت أقرب واحد وقلت له
ما هو التوحيد وما الذي فهمته من هذا الرجل الذي يتكلم فإنه لا يجيب دعوة تكذيب في النهاية. ما الذي تريده؟ إذا أردت جمع الناس على الحق فإن الناس لا يجتمعون إلا بالتوحيد. ذكر ذلك الشيخ الفوزان في كتابه شرح السنة للبربهاري أن الناس يجتمعون بالتوحيد، واستدل بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو؟ إخوانا الآن يا جماعة كثير من الناس بحيد عن الموضوع ده، خايف من الناس، يقول لك الناس بيقولوا انت زول فتنة. هل زول الفتنة اللي بيدعو الناس إلى الله تعالى، ولا زول الفتنة اللي بيدعو الناس إلى التعلق بالأموات وبالغائبين وكذا وكذا؟ ده زول الفتنة بنص القرآن. الزول اللي بيدعو الناس إلى الشرك هو رجل الفتنة، لقول الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. وفي آية أشد من القتل، الفتنة الشرك كما قال ابن باز رحمه الله تعالى. والتفسير ده في طبعا في بعض الناس بيتضايقوا من العلماء ديل، بيتضايقوا منه لما تجيب تقول قال فلان وفلان، بيتضايقوا منه. انت اقرأ القرآن، خلي ديل، انت مش بتتضايق من ديل، اقرأ القرآن. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وده التوحيد، حتى لا تكون فتنة. يعني شنو شكله؟ هو قال لك قاتلوهم، مش شكله، قاتلوهم. قال لك ليه؟ حتى لا تكون فتنة الشرك، وقال لك ويكون الدين كله لله. ودار تعرف تفسير الآية دي؟ أقرأ في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس لمتين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أجمع الحديث ده إلى آخر الحديث مع الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. طيب، وبعض الناس يعني من جالب بيظن انه الكلام ده زي ما قلت لك بيفرق. هو ده ما بيفرق اهل الحق، ده بيجمعهم. الزول اللي بيفرق ده يا جماعه اللي بيدعو الناس للتعلق بغير الله. وانا اديك مثال بسيط. زول الناس الان الجامع ده اعتبر المسلمين كلهم المسجد ده او الزاويه دي. جوقف واحد ورا قال: يا جماعة أنا شيخي المكاشفي، كلامي ده ركز فيه، لو فيه نبذ وقفني. قال: أنا شيخي المكاشفي، الناس يتعلق بالمكاشفي، مشوا خمسة أنفار بيقوا مكاشفية. واحد تاني وقف قال: أنا شيخي القادري عبد القادر الجيلاني، الناس تمسك في الجيلاني بيقوا قادرية، أربع أنفار مشوا معاه بيقوا قادرية. واحد بيجاي قال: أنا ختمي شيخ الختم محمد عثمان المرغني ولا غيره من الختمية، بيقوا أربع أنفار مشوا معاه وبيقوا ختمية. ديل في الشدائد بينادوا منو؟ بينادوا الختم، زي ما هو قال كده: إذا كنت في هم وغم وكربتي فنادي أيا مرغني أنجيك من كل كربتي. التناديه وذاك نادي القادرية، شيخ القادرية، أنا قال لك: مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. ده بجنبه. جزول يا جماعة وقف في النص قال للمكاشفية: تعالوا نادوا الله، بس وحدوا الله، خلوا المكاشف، مكاشفي مات، نادوا الله المبموت سبحانه وتعالى. الناس دي اليوم داخلين
قال يا جماعة للقادرية خلوا عبد القادر الجيلاني نادوا الله سبحانه وتعالى وأعبدوا الله سبحانه وتعالى جو عبدوا الله. وقال للختمية خلوا الختم وتعالوا أعبدوا الله سبحانه وتعالى جو عبدوا الله. ألم الناس منه والفرقهم منه مش ألمون الدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، دعاهم إلى واحد وبتوحيدهم للواحد يتوحدون يوحدون ويتوحدون ويتحدون. اتحاد المقصود به هنا الاجتماع على أمر واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وأما دعوة الناس إلى فلان وفلان هذه التي تفرق المسلمين وتفرق الأمة، والأمر واضح. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء زمان قبل الإسلام فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو؟ إخوانا. لو قال لك ديل أخوان في منو؟ الناس ديل أخوان في منو؟ أخوان في الله، يبقى في واحد وده اللي بيجمع الناس يا جماعة، ده اللي بيلم الأمة، ده اللي خلى سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وأبو بكر القرشي وسعد من المدينة الأنصاري وفلان وفلان كلهم اجتمعوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقلوبهم جميعا على قلب رجل واحد، لأنه عقيدتهم في واحد، ده اللي بيلم الناس. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ورب العزة والجلال قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ده اللي بيلم الناس. والله دي في سورة الأنبياء، هناك في سورة المؤمنين أو المؤمنون قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هناك فاعبدون وهنا فاتقون. وقال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دا جماعة بيجمع الناس ويجمع القلوب. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن جهل بعضهم أنه يقول أنا لا أتكلم في التوحيد لأن الناس وحدوا وحدوا الله تعالى. الناس يا جماعة وحدت، نحن نشوف موضوع تاني. هل هذا وهل هؤلاء الناس أعظم توحيدا من الأنبياء والرسل؟ وهل هم أعظم توحيدا وهل اكتفوا وهم أعظم توحيدا من الصحابة ومن العلماء ومن التابعين ومن أتباع التابعين؟ الجواب لا. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة المكتفوا بمجرد الشهادة وبل بمجرد التوحيد فقط، وإنما قاتلوا من أجل التوحيد. ناس قاتلوا عديل وخلوا بيوت وخلوا أموال وخلوا الدنيا من أجل إعلاء كلمة الله تعالى، وأثبت الله لهم ذلك في القرآن كما في آخر آية من سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، وفيها يبتغون أي يقصدون ويريدون. فالناس يا جماعة بعد توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليال قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ذا تحذير، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. برضو في بعض الناس
من عدم توفيق الله لهم. بيقولوا نحن بنتكلم في فضائل الأعمال لأنه دي فيها أجر كبير. يا ناس لما نتكلم في التوحيد بيفضلوا ثلاثة أربعة أنفار فيهم خير والباقيين بمرقوا، زي ما الله قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، بينفروا وبيمرقوا. يقول لك أنا أقوم أتكلم في فضائل الأعمال، مثلا اتكلمت في تلاوة القرآن النازل جامع بيكون ملان، وأي زول لو مشى تلا القرآن ده أجر كبير جايني، ما أفدع أنا زعلون. ولا أنا أتكلم في بر الوالدين لأن الناس الأيام دي في حقوق شديد، ولا أنا أتكلم في الصدقة لأنه أجرها عظيم، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وده حق، الفضائل دي حق. لكن كلامه الباطل. ليه باطل؟ قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعظم الناس أجرا هم الدعاة إلى التوحيد. قال: لأن عظم الأجر أي في الدعوة يكون بعظم المدعو إليه، وليس في الدين أعظم من التوحيد. يعني لو مسجد فيه 15,000 نفر كلهم سمعوا لك وانت بتتكلم في تلاوة القرآن، مجرد التلاوة، وال15,000 نفر كلهم مشوا مسكوا المصحف قروا من بعد العشاء للصبح، ومشيت مسجد ثاني اتكلمت في التوحيد وسمعوا لك نفرين بس، اثنين، والاثنين دول كانوا بيجهلوا مسائل في التوحيد، علقوا حجبات، اعتروا، يقولوا يا فلان الحقنا، ويمشوا للوداعيين ويمشوا للدجالين ويمشوا لكذا، وعرفوا الحق واستجابوا ومشوا ناموا، مشوا ناموا بس الفرائض ومشوا ناموا. انت اجرك اللي بتلقاه في النفرين ديل اعظم من اللي بتلقاه في شنو؟ في ال15,000، مع انه الحرف في 10 حسنات، ومع انه ديل قروا فتره طويله. ليه يا جماعة الكلام ده؟ لأن التوحيد أعظم، والدليل على أن التوحيد أعظم أمر أن الله بدأ به في الحقوق، فقال في آية الحقوق 10 وقد سبق الكلام عنها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دي العلماء يقولوا آية الحقوق 10 أعظم حق من الحقوق 10 دي التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فده من تلبيس إبليس على بعض الناس. وشوف المواقف العظيمة في القرآن تلقى لأهل التوحيد. أصحاب الكهف ديل مشكلتهم مع ناس شنو؟ مع أهلهم ومع بلدهم، مشكلتهم شنو؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هل في شباب على الحق في زمن وقبليون وبعد ولا ما في؟ كذا في زمن خلي قبليون وبعدهم في ولا ما في؟ ليه الله ما جابهم في القرآن سبحانه وتعالى؟ لأنه ذي صدعوا بالتوحيد وخالفوا أقوامهم في التوحيد. الرجل اللي في سورة ياسين مشكلته مع الناس شنو؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ديها مشكلته مع الناس: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. كتلو قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون. شكد الناس دي أصلا ما تفكر فيهم كثير
الناس البشر ديل بلغ الدعوة ومش قعدوا نفر نفرين ثلاثة كلهم عرضوا ما بضرك. الله سبحانه وتعالى قال أفكلما جاءكم، وفي آية أوكلما جاءكم رسول، مش داعي يا ساي، رسول بما لا تهوى أنفسكم. النفوس دي، النفوس التي أصحابها على الضلال لا تهوى الحق، لا تريد الحق. بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما بريدوا الحق، التوحيد ده بيتكبروا عليه، شايفين انك انت زول توحيد، زول توحيد ده موضوعك تحت. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، ما يقبلوها، استكبروا. وشايف نفسه راغي وظريف بيتكلم في القضايا العامه وفي الاختلاسات وفي السرقات، وبيتكلم في البيوع، وبيتكلم في الطلاقات، وبيتكلم في الشباب وفي قضاياهم وكذي، ويهمل دعوة التوحيد، شايف نفسه كذي راغي، والناس بتحترمه، والبلد كلها ده العالم، ويشيروا له بالبنان، قال نفسه كذي زول تمام، وقال نفسه الشيطان غشاه. عشان كذي كثير من العلماء إلا من رحم الله، فضلا عن الجهلاء، غفلوا عن هذا الأمر وما وفقوا له. ولو انت علمك بسيط قليل وبتدعو إلى الحق بهذا العلم القليل وتدعو إلى التوحيد، أنت خير من أناس يعلمون الدين كله ولا يعملون به ولا يدعون الناس إليه. الشاعر قال لو كان العلم من غير التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس، أو لكان أشرف خلق الله إبليس. ولذلك نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة ونسأل الله الثبات. وناس بيدعوا للتوحيد يومين ثلاثة المشاكل بتكتر عليهم، بيخلوها بيمشوا طوال. أنت في الحياة دي تثبت، خليك ثابت دعوتك واضحة. والزول اللي بيحاول يستهتر بيك ده قول له أنت موضوعك شنو وأنا موضوعي شنو؟ أنت موضوعك سكر يا أخي، سكر زادو، وأنا موضوعي الدين ده زادو بدع. انت سكر زادو في السعر، وانا الدين زادو. اعظم الدين ولا السكر؟ انا داير اعرف اعظم ياتو. انت بتتكلم في حق فلان وفلان بتقول ده ضعفاء ومواطنين ومساكين، وانا بتكلم في حق الله سبحانه وتعالى، اعظم ياتو اعظم ياتو. انت بتتكلم في قضية فلان بتقول ده مفكر ودكتور وزور راغي، وأنا بتكلم في قضية بتاعت أنبياء ورسل، أعظم ياتو عندك دكتور فلان ولا النبي فلان؟ أنت فكر في المسائل دي بالراحة، فكر فيها وخليك زول ثابت يا أخي. إذا كان أهل الشرك ما بيستحوا، واحد يطلع في الغناء ما بيستحي، يجيبوا في غناة السودان والله حضرتها بعيني، وأسي خش اليوتيوب بتلقاه. قال أنا جدنا الكباشي الله اداه كن فيكون، كن فيكون في تلفزيون السودان، لابس عمة وعلامة السودان الظاهرية وكذا وجايبين، ولا النيل الأزرق كلها بلاوي يا أخي، مصايب ساي. كن فيكون والنيل الأزرق برا ما في السودان ذاته. ويا أخي الله قال في القرآن إنما أمره، إنما دي أداة حصر، أمره أمر الله تعالى، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وانشروها في كتب، أنا ذل ما هو تراه موضوع ما واضح، نشروا الباطل والضلال والشرك. أنا بتعجب كل العجب، والله بتعجب كل العجب من زول بيقول أنا ما مع الناس ذل لكن ما تتكلموا فيهم، أنا ما معهم لكن بس انتوا ما تتكلموا فيهم. انت معاون، انت ما مشيت بايعت الفقيه، لكن انت معاون، انت ما جايب خبر. الله قال سبحانه وتعالى ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا. جادلك ما بيعملوا كذب، بحفظوا بحفظوا القران وهم ضد القران. الفائده شنو؟ هو القران نزل على من؟
على الرسول عليه الصلاة والسلام، الله قال له لو زدت كلمة واحدة بس مش نزل على القرآن خليه لخبط في الدين. قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يا أخي تلخبط كذا يقول لك ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. انت قال القيامة دي بس بيجيبوا صحائف، في ناس قال لي القيامة دي كذي واطة وفي ميزان كبير وتعالي تسمعت أغنية دي بيجاي سيئة صليت تعال بيجاي حسنة خلاص يلا خش الجنة وده خش النار. انت قال لك هذه بس دي في، لكن في حاجات كثيرة تانية القيامة دي فيها خصومات الله سماه إن يوم الفصل. شوف ده القيامة دي خصومات شغالة، إنك ميت وإنهم ميتون، ده لمنه للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، في مشاكل ثقيلة بعدين بتتحل، في خصومات لما يجيبوا دا ودا أخوان الشكل في قروش ودا ودا أخوان الشكل في عرض، مسألة بتاعت عرض أو عرض، ويجيبوا كتا وفلان مش شكلين في شنو، والله مش شكلين في العقيدة، مالو ده والله عقيدته في البشر، وإنت أنا قلت لوحد الله شاكلني وداني عكاز. أيوة قال تعالى هذان خصمان اختصموا شنو في ربهم يا أخي، دي الشكل دي النابعة هنا. إنت لما تدافع عن الله، وفي سنن الترمذي حسنه الألباني من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه، والله هذا حديث جميل جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه، زول يتكلموا فيه بس إنت قمت دافعت، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني زول ده النار جاي عليه الله برد عنه، ليه؟ دافع عن أخيه. الرواية جاب الترمذي، اللفظ ده جابه النووي في رياض الصالحين، جوا رياض الصالحين في كتاب المنهيات، وبعد طوالي باب تحريم الغيبة، وبعد الأدلة، والباب البعد بعد ذاك قال باب الرد عن عرض أخيه، جاب الحديث ده، ولفظ الترمذي من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. إذا كنت لو دافعت عن أخيك الله بيدفع عنك النار. طيب انت لما تدافع عن الله بيحصل لك شو؟ انت اذا دافعت عن فلان ده الله برد عنك النار. انت لما تدافع عن الله سبحانه وتعالى لما يقول للعباد قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، كلام واضح، يقول لا صفة الغيب دي حقت الله، عالم الغيب والشهادة كبير المتعال، لكن برضو نحن عندنا غيب برضو بنعلم الغيب بس، وما ما ما يقول لك عندنا تفصيل، انت ما فهمت كلامه، في تفصيل في كتاب النصرة العلمية في بعض التحقيقات يقول لك في تفصيل. الصوفية قالوا شوف مش تفصيل، ده قال اللي هو الختمي وراجع كتاب النور البراق وراجع كتاب فيوض البحور المتلاطمة، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها، ده بجنبه. الثاني قال من الختمية ذاته، جيب لي الكتاب اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق، قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، ده بتقدر تدافع عنه. البرع عنده كتاب اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قال قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، نشاور كويس دار تشاور شاور، بعد أشوف قال شنو، قال قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر
منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده بتقدر تدافع؟ تقدر تدافع تقول شو؟ أنا دار أعرف تدافع تقول شو؟ فجماعة الموضوع ده والله واضح، ما يدافع لك ساوي. والله تدافع عن أي زول الله بيسألك، دافع عن الزول اللي بيستحق يدافع عنه. لما واحد يتكلم من بني سلمة أو سلمة، يتكلم في كعب ابن مالك في صحيح البخاري ومسلم من بني سلمة، قال يا رسول الله ما منعه، يعني الجي للجهاد، ما منعه إلا برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. لأنه كعب ده صحابي جليل بيستحق، وكعب بنفسه قال أنا كل يوم بحضر وبجهز عشان أنطلق ألحق الناس. يعني في النهاية ابتلي بلاء لتنزل فيه آيات وليتوب الله عليه ولتكون له شرفا هذه التوبة. الشاهد دافع عنه، دافع عن الصحابي كعب بيستحق، لكن تزول بينشر عقيدة منحرفة. أمس بناقش في زول كبير في السن برضه بالتلفون، يقول لي لكن وديل، قلت له يا عم أنا زول الستة لو عندك ولد عمره 13 سنة، كل مرة بجيب المثال 13 سنة ماشي مع زول عمره 25 سنة وذاك أخلاقه كعب، بتقول له آيات وحديث زاي ولا بتقول له ده ذاته أبو 25 سنة ما ألقاك معه، بتعين له وتقول له فلان ده بعينه ولا بتجيب له نصوص بس؟ قال لي بعين له. قلت له أنت خايف على ولدك، ونحن خايفين على الأمة دي، خايفين على نفسنا والأمة خايفين عليهم. والله أنا بستغرب في بعض الناس يا جماعة، معليش تطلع البص تلقى واحد يضحك في الناس، محمد موسى ومين ومين مجموعة من بتاعنا النكات دي، يقول لهم في واحد جعلي واحد شايق، الشايق خطب لبيت والجعلي قال له بس أخوته، وذاك جاب له واحدة قبيحة وشافه في الهناد وقال له إن عطست بيحصل لها كذا. جعلي وشايق، جعلية شت ساكتين والشايقية شت ساكتين في البص، ما برا البص، كان برا البص واحدين بيجيبوا في البص تلقاهم ساكتين في نكتة في ضحك بيجيب القبائل يسكتوا زاي. نحن نقوم لما نتكلم في شاي ولا جع ولا قبيلة من القبائل، نتكلم في شخص ما عشان نضحك الناس، عشان نجيب الدين، وده خالف الدين، ولو خالفوا في بيته براو يناصحوا براو، ما بجوز يجيبوه في الميكروفون، خالف الدين ونشروا برا ترد عليه يقول لك ما تتكلموا في الناس، وده تلقى ساكت في النكتة، النكتة اللي جابوا قبائل ساكت فيها، يقول لك ما دعنا نضحك ساي، أنا إحنا دعنا نخش الجنة ساي، أنت دار تضحك ساي، أنا دعنا نخش الجنة ساي، أنت يا أخي الله يرحمنا يدخلنا الجنة، كلام ذاته. وهو ما بخليك أنت، الغريبة متناقض، أي زول تلقاه عليه باطل يا جماعة بتلقاه متناقض، يقول لك أنت مالك ومال الناس، انتوا ناس شغلتكم نبز، يعني هو انتقدك انت، يعني هو ما خلاك انت خلاص مش مالك ومال الناس، انت قلت لي مالك ومال الناس، انا ذاته من الناس، انت مالك ومالي، انا دار اتكلم انت مالك ومالي، بتلقى متناقض هو ذاته. يقول لك بس الجماعه ديل، جماعه ديل عيب بيتكلموا في الناس، هنا الجماعه يكونوا ما فيشين، يعني هو تكلم في الجماعه اللي يتكلموا في الناس، وذلك يتكلموا في الله سبحانه وتعالى. ودي كلها يا جماعة مصائب، ونسأل الله العافية، ونسأل الله يبصر الناس يعني، وأن يبصرنا من عمى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أنت لازم تفصل للناس، ولازم تأخذ بيديهم، ولو شاكلوك ولو نبذوك ولو أساءوا لك اتحمل الأذى، بلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، أنشر الحق. يا أخي أنا تعجب، وعم قدامس قلت له الكلام في التلفون، قلت له يا عم أنا والناس ديل قالوا شيخهم بيقول أنا بعلم الغيب وكتبه في كتاب كذا، يا جماعة بالراحة كذا، الزول بالراحة يفكر، زول كتب كتاب اسمه أعلام الطريق، جايبين صورته برا شايل له سبحة اسمه عبد الرحيم محمد وقيع الله لغب البرعي، كتابه أعلام الطريق غلافه كبدي وجايبين صورته،
جوا فتفتح الكتاب جوا قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس أتفل كم أدى طفل كباشي. أنا لما نجيب كلامه ده أقول البرعي قال في أعلام الطريق في كتابه ده قال كباشي كذا كذا كذا. أنا لما نقول البرعي قال كذي الكلام ده بزعل البرعي؟ لو بزعلوا ليه نشروا؟ انت ماشي بزعلك كونه يقولوا انت قلت كذي بزعلك انت كاتبه ليه؟ هل هو بزعلوا ولا بفرحوا؟ بفرحوا ينشروا عنه، لكن احنا ما بننشروا عنه مدحا وانما نرد عليه. يقول لك انتوا ما بتردوا عليه، ما نحن ما القران قال كذي. قال افرايتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الجنة ده انتوا اللي بتخلقوه ولا نحن؟ والله مش قال لك جنة بس، قال لك يا أيها الناس، والناس دي لفظة لما تذكر في الأصل بيدخل فيها المسلم والكافر واليهودي والنصراني والوثني والبوذي إلى آخره. يا أيها الناس كلكم ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا مجنا ولو اجتمعوا له. يقول لك لا، وقصده كباشي بيدعو ليك الله، هو كباشي حي ولا ميت؟ وميت وما وكان قصده كذي ما يقوله، ولو قصده بيدعو ليك الله ما يقوله. وقال لك كباشي كم أدى ولد، مش كم دعا الله فالله أدى ولد إلى آخره. وبعدين قال لك من غير مس وتفل كم أدى طفل، في كلام مفصل أكثر من كذي؟ فليه هو يكتب الكلام وينشره للناس ولما يردوا عليه الناس يتضايقوا؟ وعنده كتاب اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، البرعي نفسه ذاته أخوي في كتابه ذاته، عشان أنت ما تدعب ساي في كتابه ذاته في المقدمة عليك الله أقرأ، قال وأذنت للمصلحين إذا رأوا فيه خللا أن يردوا عليه. ده في مقدمة الكتاب، إتها هو أذن ذاته، كان ما أذن أنا من جيه لكن هو أذن ذاته، هو أذن. إنت زعلان ليه؟ تعصب أعمى وجهل وباطل وكلام غريب جدا، ونسأل الله العافية. فزول داعي دار يدعو الى التوحيد ما يعمم الكلام، يفصل عديل، ما تنادوا غير الله نادوا الله، ما تنادوا الشيوخ نادوا الله براه، ما في شيخ بيعلم الغيب، بيعلم الغيب الله سبحانه وتعالى، كذا كذا كذا. طيب، وقول الله تعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، الى اخر الايه من سوره الاسراء. هذه الايه الاولى التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي التوحيد، لكن إن أريد بالتوحيد كل جوانب التوحيد فيدخل في ذلك إفراد الله بربوبيته بأنه الرب وحده الخالق المالك المدبر، وإفراد الله بألوهيته أنه الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، وإفراده بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى وهي من سورة الإسراء، هذه الآية قبلها آية وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. الضر يا جماعة ده الشيء اللي بيأذى الإنسان، الضر الشيء اللي بيأذاك أنت كإنسان أو بيأذى عامة من يشعر، وهذا الضر على قسمين: قسم نزل، ضر نزل هذا يكشف، وقسم لم ينزل هذا يدفع. يعني في قسم من الضر ده نزل، الضر نزل بالزول بقى عيان هو ذاته
بقى مريض أصابه ضر، ده نزل بيه ده يكشف عنه، في نوع من الضر ما نزل لسه وما مريض لكن قرب يمرض، فده يدفع عنه قبل أن ينزل به. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشفه ورفعه بعد أن نزل، ولا يملكون دفعه قبل أن ينزل، ولا يملكون تحويله من أحد إلى أحد آخر، ولا يملكون تحويله من نوع إلى نوع آخر. يعني نزل بك ضر مرض ما بيقدروا يحولوه من شيخ إدريس لمولانا، ولا يقدروا يحولوا من نوع لنوع تاني، من مرض لفقر، ذاك برضو ضر. قل ادعوا، ده تحدي، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فلازم يقول لك الآية دي في الأصنام. يلا أورد المصنف الآية التي بعدها: أولئك الذين يدعون، البنادون ديل، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هل في زول، هل في صنم بتوسل لله سبحانه وتعالى؟ هل في صنم بتقرب لله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. عشان كده الآية دي ما في الأصنام، للذين يقولون هي في الأصنام خاصة، الرد عليهم: هذه ليست في الأصنام خاصة، وإنما قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون، البتنادون ذاته، هم ذاته، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، يحذره العاقل. لذلك جاء في التفسير، وراجع تفسير البغوي وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير، وراجع فتح المجيد، ذكروا مجموعة من الأقوال، أبرز هذه الأقوال أن هؤلاء كانوا قوما من الصالحين، وقال بعضهم كانوا من الجن، كانوا من الجن، راجع التفاسير دي والمراجع دي، كانوا من الجن، وكان بعض الناس يعبدهم، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال شنو من الجن فزادوهم رهقا. فتاب الله على المعبودين وأسلموا وصاروا يخافون الله ويرجون رحمته ويتوسلون إليه بالقربة في العمل الصالح، يطلبون ما عنده، وهؤلاء يجهلون حال هؤلاء من الجن الذين أسلموا وما زالوا يعبدونه. ده التفسير بتاع أولئك الذين يدعون، بتنادون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وخايف من الله، وخايف، وخوفه ده بحق، كونه يخاف من الله ده تمام. طيب هو خايف وانت خايف، تنادي الله اللي بيأمنك سبحانه وتعالى والذي يخاف منه ويرجى، ولا تناديه ذاته مخلوق زيك ضعيف زيك؟ زول شايل له جوال بتاع قروش بوزع فيه ربط، ادي الناس ربط، ودى ده ربطه، وانت عينك له بوزع، تجي له بربطه تقول له اديني منها، ولا تمشي له بشوال ذاته؟ انت عينك ليه بوزع وبشوال، تمشي له بربطه تمسكه بجنبه تقول له اديني، يقول لك: يا مولانا فلان ده ما صالح، الا ادى الصلاح منه، الا ادى الله، وصلاحه ذاته بسيط زي الربطه دي، بسيط، لانه في انبياء اصلح منه، الا ادى الصلاح منه الله، ادعى الله. والله جاب لك كلام ده في القران، قال تعالى في سوره يونس: قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، ده تقول ده صالح،
هل الصالح ده بيهدي الناس بيملك الهداية؟ إنك لا تهدي من أحببت. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ دي الآية كده انت كده فكر فيها. يهدي قال ابن كثير أصلها يهتدي، قلبت التاء دالا وأدغمت وشددت الدال فصارت بدل يهتدي يهدي، والمعنى يهتدي يعني الصالح ذاته ما بيقدر يهتدي إلا يهدي الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله قال كذي سبحانه وتعالى. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. طيب الآية دي على قتب الباب شنو يا جماعة؟ أن العبد لا يدعو إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من معاني لا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له لأنه هو المستحق للعبادة، ومن هذه العبادة الدعاء. وأن هؤلاء المدعوين لا يستطيعون لك جلب نفع ولا دفع ضر ولا رفعه. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين. ودي يا جماعة من أوضح الآيات الفسرت لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، ما يكفي تقول أنا بعبد الله بس، لا بد تتبرأ من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. إنني براء مما تعبدون، موقفك يكون واضح. ما شفت الرجل ده قال لهم إني آمنت بربكم وماذا سيا؟ قال لهم فاسمعون فاسمعون، واضح. قال إلا الذي فطرني أي خلقني، فما دام أنه خلقني وحده فهو المستحق لأن أعبده وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الآية دي بعدها قال وجعلها كلمة باقية في عقبه في ذريته لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون. إبراهيم عليه السلام دعا إلى التوحيد بلسانه وبفعله وكسر الأصنام، وبقلبه حقق التوحيد وقدم ولده طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وجاهد في الله حق جهاده إبراهيم عليه السلام، وبنى بيت الله وعاد أهل الشرك واعتزلهم، وكل هذا فعله طلبا لرضا ربه سبحانه وتعالى وفرارا من عقابه ومن عذابه سبحانه وتعالى. ودعا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودي فائدة يا جماعة. أنت المدعوون تدعو لهم يا رب تهديهم يا رب توفقهم اقبلوا الحق وبلغهم، الله بيشرح الصدور إن شاء الله تعالى. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بقية الآية والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم العلماء، رهبانهم العباد، أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم برضو اتخذوه. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وفي هذه الآية فرق بين الأحبار والرهبان من جانب وبين المسيح عليه السلام من جانب آخر، والدليل على هذا الفرق في القرآن أن الله تعالى برأ المسيح عليه السلام فقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم
أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. المسيح عليه السلام بلغهم، دي من الفروقات. ومن الفروقات أن المسيح عليه السلام لم يحرم ما أحل الله ولم يحل ما حرم الله بخلاف هؤلاء، لكن الله تعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا هو الله وحده لا شريك. هذه الآية لما نزلت، لما أنزلها الله تعالى، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه يا رسول الله ما عبدناهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لكم ما حرم الله فأحللتموه ويحرموا عليكم ما أحل الله فتحرموه؟ وفي لفظ ألم يكونوا؟ فقال نعم. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. طيب يا جماعة، الآية دي من فوائدها أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام فقط، وإنما الشرك من معاني عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فسواء كان هذا المعبود صنما أو حجرا أو شجرا أو بشرا، فإن هذا العابد أشرك بالله سبحانه وتعالى. أما المعبود إن كان من البشر ومن المسلمين ولا يرضى هذه العبادة فلا ذنب عليه، إن كان لا يرضاها وقد بلغ وقد نصح ما رآه من الشرك أو سمعه فهو معذور ولا ذنب عليه، وإن كان يرضى بهذه العبادة أو يدعو الناس إلى عبادته أو إلى عبادة غيره فهو داخل في الذنب، وهذا ذنب أعظم وهو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام بالنسبة للعابد وبالنسبة للمعبود الذي يدعو غير يدعو الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، دعا الناس إلى الكفر وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. لأن الآية قالت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لو كان الشرك أصنام بس ما كان قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لأن الأحبار ما أصنام، ولأن الرهبان ما أصنام، ولأن إلى آخره. طيب، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله، يحبونهم كحب الله. المحبة على قسمين، محبة طبيعية، ومحبة هذه التي تذكر في النصوص في مثل هذه النصوص. المحبة الطبيعية على ثلاثة أنواع: محبة مع شيء من التعظيم الطبيعي الذي لا يخرج به العبد إلى يعني عن حد المخلوق، محبة مع التعظيم كمحبة الولد لوالده، ومحبة التلميذ والطالب لأستاذه إلى آخره. وهناك محبة أخرى، النوع الثاني، محبة يقول عنها أهل العلم محبة شفقة ورحمة، كمحبة الرجل أو المرأة لليتيم الضعيف، وكمحبة المنكسرين، وكمحبة الوالد لولده. النوع الثالث محبة مخالطة ومحبة معاشرة، كمحبة القرناء. دي أنواع من المحبة الطبيعية بالنسبة للبشر.
لأنهم في محاب غير البشر طبيعية، ذول بحب المساكن والمراكب وكذا وكذا إلى آخره، والأموال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية، وإلى آخر ما جاء في هذا المعنى كقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره. لكن هذه في الآية فيها تفصيل آخر، قل إن كان آباؤكم إلى آخره، فيها تفصيل آخر. طيب النوع الثاني يا جماعة، المحبة التي تذكر في هذه النصوص، المحبة التي فيها عبادة هي التي يكون معها خضوع وتذلل، معها خضوع وتذلل، وهذه لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له، وأولها التعلق، أولها التعلق، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في مفسدات القلب، وكما قال أيضا في كتابه الفوائد في أصول المعاصي الثلاثة، ذكر منها التعلق بغير الله، وذكر منها الغضب، وذكر منها الشهوة، وقد جمع الله هذه الأصول في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآية. فالعبد يحب ربه وهو خاضع لربه، ذليل بين يديه، منكسر له سبحانه وتعالى، يعظمه ويرجوه ويخاف عذابه ويطمع في رحمته سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلو أن عباد غير الله يحبون معبوديهم فمحبة المؤمنين لربهم أعظم من محبة هؤلاء لمعبوديهم. وأمر آخر، لو كان هؤلاء المشركون في قلوبهم محبة لله فمحبتهم ناقصة وغير صحيحة وباطلة لأنها خلطت بشرك، ومحبة المؤمنين خالصة فهي أشد، كما قال محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، راجعوا شرح للعقيدة الواسطية مسجلة صوتية. طيب ولو يرى الذين ظلموا، ليا جماعة وصف وحكم على المشركين بأنهم ظلم، لأن الظالم يأخذ حق فلان بغير رضاه ويعطيه لفلان، والمشرك بدل أن يصرف حق الله إلى الله العبادة يصرفها لغير الله، فهو ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، بعدين أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما المودة، الأسباب المودة أي التي كانت في الدنيا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. شكا يا جماعة يزول يقرأ القرآن ده، والله عنده عقل، من الفاتحة للناس يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويخش النار، ده ما فيه خير، والله ما فيه خير. لا والله وراك المشاهد كلها وتجي تقع فيها، قال لك يوم القيامة ديل بيقولوا كذي ولأنهم كانوا في الدنيا كذي، وتجي تقع في نفس الشيء، وقال لك بعد يشوفوا النار لو رجعون
ما بيرجعوا للحق، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وراك سبب دخولنا النار شنو؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير إلى آخره. طيب، علاقة الآية بالباب واضحة، لأن الآية تذم الذين لا يحققون لا إله إلا الله وهم الذين يتخذون من دون الله أندادا يعبدونهم ويحبونهم إلى آخر ما ذكر. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وفي الصحيح، الصحيح هذه اللفظة بالعموم يراد بها صحيح مسلم، لكن في كتاب التوحيد يراد بها أحيانا صحيح مسلم كما في اللفظ العام، ويراد بها أحيانا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في مسلم أو في البخاري. وهنا هذا الحديث في صحيح مسلم، وفي الصحيح أي في صحيح مسلم، وهو من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه. في الصحيح هنا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: من قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله. هل اكتفى بقول لا إله إلا الله؟ لا، وإنما قال: وكفر بما يعبد من دون الله. مش مجرد القول، كفر كيف يا جماعة بما يعبد من دون الله؟ كفر بعبادته. يعني في ناس عبدوا المسيح عليه السلام، انت تكفر بالعبادة دي؟ مش بتكفر بأنه ده نبي، ده ما نبي هو أصلا، ما في اثنين ثلاثة، انت تؤمن بها واجب، ولو ما آمنت انت بتكفر لأنه بتكذب القرآن ولأنه ده الرسل يجب تؤمن بهم، لكن بتكفر بعبادته أنه يعبد من دون الله. المقصود وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، أي لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه في ماله ودمه. وحسابه على الله عز وجل، علينا بالظاهر بما أظهر، وأما البواطن فالحساب على الله تعالى عز وجل. طيب، دي النصوص الأوراد المصنف رحمه الله في شرحه للا إله إلا الله، أو في ذكره لشهادة أن لا إله إلا الله وللتوحيد لتفسير التوحيد. أوضح آية فسرت لا إله إلا الله أيضا هي قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، كما قال محمد أمان الجامع رحمه الله. هذه أوضح آية فسرت التوحيد، فسرت لا إله إلا الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. طيب، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. يعني المصنف ذكر النصوص ده، النصوص دي والأبواب اللي قدام بتشرح برضو لا إله إلا الله وبتشرح شنو؟ التوحيد. الناس تحرص يا جماعة على الكتاب ده وعلى مدارسته، والشيطان بيوسوس للزول يقول ليه في كلام مكرر وفي كلام. الكلام دائما الكتب نحن في بدايتها بنذكر أشياء كقواعد قائمة على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، ونذكر بعض التفصيلات وأحيانا نطيل. أما الأبواب اللاحقة فكثير منها واضح، فنختصر فيها ونبين، لأن مراد المصنف رحمه الله فيما نحسب نشره للتوحيد، وليس المراد كثرة الكلام وكذا وكذا من غير أدلة ومن غير نصوص. طيب، قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، ولا الزمن تم؟ دقيقتين؟ تمام إن شاء الله بيتم. قال: فيه أكبر المسائل وأهمها في هذا الباب، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. قال: وبينها بأمور واضحة. هذا الباب بين هذه الشهادة
وهذا التوحيد بأمور واضحة، منها آية الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إلى آخر الآية، وتكلمنا عنها وعن يعني تفسيرها. قال: بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين. ما يقول لك الأصنام، ما في صنم بتنطبق على الآية دي في الغالب، وإنما الأصل أنها في الصالحين، لأنه قال أولئك الذين يدعون، البنادون دل يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ده ذو صالح اللي بيعمل كده، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها من الأمور الواضحة آية براءة اللي هي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إلى آخره، بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا وهو الله وحده لا شريك له، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه هذا الأصل فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، لا دعاؤهم إياهم، لا دعاء لا دعاء الناس التابعين للعباد وللعلماء. طيب، لكن الآية أيضا فيها دليل على أن العبادة لا تكون إلا لله وحده، لأنه قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، قال إلا الذي فطرني، استثنى الله سبحانه وتعالى، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبي. البراءة شنو؟ البراءة من عبادة غير الله. إنني براء مما تعبدون، هو تبرأ من عبادة غير الله وتبرأ من المشركين. طيب، وهذا من الشهادة. وجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون، في عقبي في ذريتي. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إلى آخره. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام هذا الحب، لأنه حب فيه شرك لم يكن خالصا لله سبحانه. فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟ قل بحب الند كحب الله كفر، والبحب الند ذاته ما بيكفر به كفر، البحب الند حب عبادة، الند المثيل يعني، الند المثيل السجنة ده نديدة كده، الله ما عنده نديد، انت جنى وهو جنى. طيب، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ في ناس ما بحبوا الله ذاته. ومنها قوله، خلاص دي آخر فائدة لأنه الزمن جاء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، ما مجرد تقوله ولا مجرد إنك تقوله وإنت عارف معناه حتى تكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل ولا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف، شك قال أنا ما بكفر بعبادة غير الله ويمكن هو بيستحق، شاك أو توقف، سأله قال سكت ساي ما قال شيء، قال
فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. حجة قاطعة لمن ينازع، لأنه صرح في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى آخره. انتهى الباب، وإذا مد الله في الآجال وفق نأتي ونواصل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.